ابني معدله كان بده يحضر مع الاسف وقت عنده ارتباطات بمناسبه اليوم الوطني المسلم. نفس الحضاره دور تشد معي شيء عظيم ولا بدي لك انا بعجيب بحال هذا انا بغيت عشان تاني نشري عليك حبسه في الموعد الخامس. يلا جائزة ديال أحسن تأليف فكرنا مزيان باش نعطيوها لواحد السيد اللي يستاهل. أحسن تأليف ياك أحسن تأليف أحسن تأليف خداه وين؟ أنا نشوف نشوف أحسن تأليف خداه إسماعيل الوعرابي. من صباح ويبكي كيقول لي انا راني يا ولدي
صباحك عطلع الصباح احترام احترام احسن كوتي احسن كوتي في هذه الدوره وفي هذا المهرجان في مهرجان المسرح لجمعيه عبور للثقافه والفنون الجميله مهدي فلان شكرا هو احسن ممثل بصح انا عجبني بزاف انا نعطيكم رايي الشخصي بزاف الى توضع قدامكم انا نقول الى توضع غير انا وياه المسرحيه ونجو لعبوا يا سلام يا سلام انا وياه وياك يا كاتب وانا اللي غنمد لكم الماء في المسرح احسن ممثل تعاوني انك المرطوب احسن ممثل حتى عن شطارة واستحقاق ¡Vamos a hacer!
كنت اللي في الصورة. والنتائج الجمعوية هو مستشارها، ولكن نحب فيها العمل الجمعوي كثيرا. صورة تذكارية. إذا الجائزة الأخيرة هي جائزة التعليم، وستقدمها السالمة للدنيا عضوة المجلس الشرعي بالبرلمان، وتكون مشكورة. جائزة أحسن تعليم لفرقة وزفات صورة تذكارية. شكرا لك سيدتي على مساعدتك اولا في هذا المهرجان. شكرا لك باسم الفنانين. نعم ليس لنا في واحد الجائزه ويجب ان يعودني هذا الشكر، جائزه احسن مرشد. لا حاجه كان الحقيقه ديال كامرون هو شرفي، ولكن اعدكم ان مازال كتسالونا عرض جميل جدا بمحددات وقومة جميلة. أعيدكم أن فتيح مازال غادي يجي ويجيب هو الشو ديالو إن شاء الله، لأنه لقيت جمهور جميل يحب النكتة، يحب الكلمة، ويحب الفنانين. إذا لا يسعني إلا أن أشكر الجميع، كل من ساهم من بعيد أو قريب إيجاد هذا العرس الثقافي الفني. شكرا لكل من حضر، وشكرا لكل يتشرف خديم الاعتاب الشريفه المختار جليله رئيس جمعيه العبور للمسرح والفنون الجميله بطنطان، اصاله عن نفسه ونيابه عن اعضاء ومنخرطي الجمعيه وكافه الداعمين والمشاركين، بعد تقدير فروض الطاعه والولاء بان يرفع الى مقامكم العالي بالله استقي ايات الولاء والاخلاص المفعمه بالمحبه الصادقه والتشبث باعداب العرش العلوي المجيد، معرضين لجلالتكم عن اعجابنا ومباركتنا لخطواتكم الميمونه التي تسيرون بها بكل تفان واقتدار من اجل ضمان سياده المملكه لوحدتها الوطنيه والترابيه، ومثمرين المسيره الحكيمه التي تقودها جلالتكم على درب استكمال بناء دولة الحق والقانون وتشييد مغرب عصري متقدم وديمقراطي وفيه لمكتسباته الوطنية وثوابته المقدسة وقيمه الأصيلة. حفظكم الله يا مولاي وجعل النصر حليفكم وأسدل على جلالتكم رداء الصحة ودوام العافية، وحقق على يديكم الكريمتين ما يسبو إليه شعبكم الوفي من عز ورفعة وسؤدد، داعين المولى جلت قدرته أن يجعلكم ذخرا وسندا لهذه الأمة وقائدا لمسيرتها التنموية وضامنا لاستقرارها وأمنها ووحدتها، وأن يقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة خديجة، وأن يشد أزركم بسلمكم صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الرشيد وسائر الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع الدعاء. والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. حرر بطنطان بتاريخ 17 رجب 1435 هجرية الموافق 17 ماي 2014 ميلادية، خديم الأعتاب الشريفة رئيس جمعية عبور للمسرح والفنون الجميلة المختار جدي. شكرا لسيد رئيس جمعية عبور
لا يسعني إلا أن أشكر كل من ساهم في إنجاح هذا العرس الثقافي على رأسهم السيد عالي صاحب الجلالة لإقليم طنطان، السلطات الإقليمية، السلطات المحلية، المستشارون، المنتخبون، الناس، المجتمع المدني، صحافة، وكذلك أمن وطني، برك ملكي، قوات مساعدة، كذلك قناة عيون، وكل واحد في هذه المدينة ساهم في الصورة الجميلة لمدينة طنطان. هنيئا لكم بهذا المهرجان، هنيئا لكم بمدينة طنطان، برجال طنطان، بنساء طنطان، بشمال وشمال طنطان. إذن لا يسعنا أن نقول شكرا للحضور الكريم، وإلى الموعد اللاحق، وإلى اللقاء. شكرا لكم، ومرحبا بكل من أسرى، ومرحبا بالسي حسن فلان. وكنقولوا ليه مرة أخرى مدينة طنطان ترحب بكم، وإلى اللقاء. الحمد لله نشرف بشرف